اخي شبه الدنيا باش تطير يا معلم، مش نورمال. احنا في بيزود توا قاعد نصوروا به. بالنسبه للدنيا باش تطير، الدنيا باش تطير هذاك هو الطقس في تونس، فوضى معناها في كل شيء، حتى في الطقس، في الادارات، في كل شيء معناها فوضى معناها هذا هو. اليوكو تايمرز، الدنيا برد، الدنيا باش تطير بالريح، مش نورمال. وقداش لينا نستنيو في البرانش؟ هذا يطلع برانش جوستومون. اما الحقيقه البرانش مونتاج اكثر من الانفيتي نتاعنا اليوم. اي اللي هو شكون فكرني؟ دونك الانفيتي اللي جا مخر اليوم، في كو الطقس ماهوش باهي. يا حسره كي كنت انفيتي والله. اي صحيح والله في ذي غلب. شو منش بيجي معايا الحلقه الكوتاي ان شاء الله؟ شو منستعاكم دام انت باش تقدمنا اليوم خاطر بالحق ما عادش. اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم الناس الكل. دونك هذه حلقه جديده من كول تايم. مرحبا بكم بالشباب. اليوم استدعينا احلى ناس اللي هما بداوا الكونسيبت هذايا قبل ما يبيعوه لي. لو كونسيبت هذايا بدا من الاول سبونتاني وكله تحكي كيما تحب وحريه التعبير، طول سكريبتي رسلت نحفظ فيه هذايا قبل ما نحكي. وبيسكو شريت الكونسيبت قلت نجيب معايا وجد بالصيف عليا نجيب فهره، مش انا نحب نجيبها. وباش نقدم لي دوز انفيتي نتاعي، لي فونداتور نتاع الشان اللي هما مالك بن عربيه وسيف لوهيبي. سيف الدين لوهيبي. عسلامة لوهيبي، عسلامة، مرحبا بكم. عسلامة. شكرا لكم في الدمق. وجيعة ولا مش وجيعة؟ هذي حزت نخدمهم؟ لي تيرم ذوك بعقلكم بليسونس كاملة. بليسونس كاملة. دونك اليوم يا جماعة برجولية في ادريس انا ضرت ما خذيتش حقها خاطر جيناها قبل اللي هي سبايسي اللي هو الفود كورت. فود كورت هو الفود كورت متقسم على 3 ديبارتمون بالضبط. داكوغ. وقتها جينا مع دو كول تايمرز. دو كول تايمرز وي. وليها برشا قد ليها فوق العام اي فوق العام. البلاصه هذه انا صيف والله راهو ما تقولش كاميرا ولا شنو اللي تحب انت. ماكل بلايص اللي ترجع لهم ديما. ماكل بلايص ماكل بلايص اللي في الابيتود نتاعك ديما تجيهم تاع تجي للاك تجي تفطر هوني. ماني اور كاميرا اور كول تايم. انا داير ثاني مره تو نجيها. لا انا اخويا باش نقول لك بالضبط. برشا حصيل. استغفر الله يا رب. انا قبل كنت نخدم هنا الادريس نتاعي هايكه تاع الخدمه. لا نحكي سيريو. حتى نحكي سيريو. كل يوم كنت نفطر هنا معناتها. معناها كان يخلص مليح. رجعنا لها المره هذيا باش ناكلوا حاجه اخرى اللي هو خاطر ولاو يعملوا برانش هذوما كي ياكلوهم. برانش هو جوستومون هو الجماعه اللي تقوم مخر. صحيح. ما تدخلش على ابتداج. الجماعه اللي يحبوا يعملوا. هذاك علاش انا جيت مخر خاطر برانش كان جا ابتداج راني من السبعه هنا. دونك بالاخر التحريشه نتاع اسبوعي هو البرانش هذاك هو كشكوله العشره في الفور. بالضبط. دونك فوالا. سينو ادريس دونك سبايسي كما تعرفوا يا شيخ شنو هي تعمل توسكي تكس ميكس ولا اي توسكي تكس ميكس توسكي نقدموا لهم شويه تكس ميكس فما برشا عباد تقول لك شنو هي ولا ليكس ليكس ميكس تكس معناها فما شكون قال ليكس وقت نفكروا يوتيوبر هو كيف مازال نسجل باغ اكزومبل جي تاكل هنا في نعم الوقت والله جي تاكل تكس بس نسى ليكس دونك هو دابيتود شنو يعمل يعمل توسكي تكس ميكس ساندويتشات كاسادياس بلا ساندويتش ولا كاسادياس اما شوف راهو التاكوس هنا سي لو فري لو فري تاكوس تاكوس نتاع مكسيكو كلي هكا كلي التاكوس مش فرنش تاكوس تاكوس متقرمش وشفت باللوب ديال مكسيكو مكسيكو ذاك كلمه تقفين يقولوا خاطر جبور يقولوا مكسيكو احنا مجبوره تقفين مكسيكو صحيح مكسيكو عندي زي كيف ما طلعت واحد مثقف كيما هذاك اسمه هذاك بتاع سيزام 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 هذوك الجراند سيزام سيد اي سيزام سيد لا لا سيزام انجليز انجليز لا لا سيزام سيد مازلت واصف لا جبري هو يحكي راه انجلي يحكي انجلي مون انجلي تاع جي تي عرفتوا نتاع سيجي هذاك سيجي اي بيك ذا رونغ هاوس فول بي سيدي ولا انا في بليش يعمل برانش اي هو حاجه جديده سي نوفيتي فوالا بالضبط زدنا لوميير فوالا ان شاء الله الكاليتي عجبتكم فوالا فسخ هذا يحيى بالعلاقه معناها اي سيدي نبداو هذيك هي نبداو انت وجد ماك معناها انستغراموز نجم نقولوا معناها نجم تفهمنا معناها شنو هو هذا خاطر نورمالمون دومينك واللي متكني مو خاطرك الفوزيت على انستغرام هذوما اللي ما تكون قاعده فوالا باش ناكلوا برانش توا وكل فوزيت اسمع برشا تفليم هما هكا نتاع برانش و نو نو شو باسا هو مش برشا تفليم هو التفليم فيه شويه عيشه صحيح هي صورهم بعد كي يرجعوا لل صحيح قال لك فما شكون في الخلاص كله من خمس كستوريات في بالكم بها ولا؟ هذيا صارت انا حاضر مره عليها، جماعه ربي يذكرهم بالخير، فهمنا الكل تقابلنا بالزهر في ايفينمون، وبعد ليفينمون فهمنا باش كلنا نمشيو نعملوا قهوه، دخلنا القهوه، جا السيرفور على السلامه وكله بدينا نهبطوا وفما هكا عباد تعمل هكا. كيفاش مربي عاودها جوست؟ شيخ قال له وانت شو تشرب؟ قامت
كونت معاه واحد اخرى تحسها فهموا بعضهم بالعيد يا معلم. مشاو حكيو معاه دراش قال لهم بعد جاء بارامون يجي رويا مول المور جاء حكي معاهم وكل بعد جاونا جماعه ما تخافوش ما ناش خلصوا ما تخافوش راهو نعملوا لهم جوست ستوريات ما تخافوش ما تخافوش عرفت راه ما ناش خلصوا يا اخي هزيت روحي وروحت واو ما كنتش عملت ستوري شكل القرار الصار زعما هزيت روحي وروحت ما حملتهاش الفازا يعني ما ضفتش كيفهم نحب نخلص اموري ما نحبش نعمل ستوري من الاخر معناها فما كاس دياس كاسه ولا كاسه كافيات كافيات البروفيسور كاسه ديال هذيا زنبيع سيبيالي هذا هو نتاع وين تبيع باش نقول باش نقول سيبيالي فما حتى واحد عملها تفدلي والله حتى جاتني في مخي ثلاثه مرات وانيليتها انيليتها في الكاميرا في الكاميرا في الكاميرا انيليتها برشا مرات وبعدك شو مش برو راه مره ما عندوش ميكرو الو الو عصابه مرحبا بس التليفون في وسطو واحد عنده جوج تكلمني على كلوه قال لي باش يزرعوا له كلوه ما نجمش ما نزرعش عليه قلت له ما فوقيش تو باهي نورمالمون باش نبداو يا جماعه فما تيم اللي هما خاطروني عندنا السكري وعندنا السالي فما اللي ما يحملوش يخلطوا مثلا هكا وهكا وهكا معناتها فما اللي يقول لك لا خلينا نكمل المالح قبل ومن بعد نبدا في الحلو اللي هما ماناش احنا جمله ولا العكس انا بار اكزومبل ما يقلقنيش ناكل هكا وهكا انا بدي جمله انا بدي ما يقلقنيش اما كنت فما حاجه مش تقلقني اما ما نجمش نفهمها اكل تعرفتوا كل اللحم اللي فيه السكري سالي مع بعضه في نفس اللحمه العسل عسل وشويه هريسه وملح وكل هذاك ما نجمتش نهضم المطعم اما كليت صافا مستاجب الهبره نتاعنا مزومه تونسيه شويه مزومه صحيح معروفين بالكومبو نتاع السكري بو انا يعجبني الحقيقه سامحني لو حتى نحن في العرب سامحني مالك ما نمسكش باش القصه ذيا اما زي ما تقال اللي يدي عاود لك ما ملي انا ما عادش المنتج يا حي ما يقص لكش انا نقص جيت انا خويا نقص اللي الحم في الشام يحطوا فوق الفستق عندنا برشا دي بلاج كريسالي عندنا برشا صباحني عندنا برشا نقول لكم يخبوكم زاد لا خاطر عندنا الروزيه بار اكزومبل اي جوستومون كيما المعجوقه مثال في دير ما تعرفهاش نعرفها سامحني في دير ما تعرفهاش تعرفها المعجوقه ما نسيتها نقول لك المعجوقه هي الحم فوق الفستق دونك يا جماعه نبداو بالسالي معناها دونك هذه يا جماعه حس ميريتو ابارون فما عظمه حسام حسام خاطر عنده البحث حسام عظمة وفيها فرماج كان سخون كان سخون فرماج نبداو بهذيا ما دامها بردت اوكي يا جماعه دونك ما نعرفش شنو هي مازال ما عندهمش خدو ان تاعها خدو ان خدو ان صلي اوك العظمة لا لا باهية باهية خلاص باهية كريتها باش نشوفكم عرفت نحب نريكت عليكم هو راهو في الحكاية هذوما راهو جينيرالمون لا كاليتي نتاع الفخوماج هي اللي تعطي الرونق هي باش تعطيك خاطر كان جاب فخوماج خايب اي شدار كان جاب فخوماج خايب ناكد لك اللي الام هذيك راهي ما صارتش اي باس اما زاد العظمة عندها دور كبير بيان سور خاطرها ريتها كيفاه ماهيش يابسة برشا معلم صاحبي ريتها كيفاه جابتها يابسة ماهيش يابسة البان دومي بان دومي معناها مش حاجه اخرى بار كونتر ما حكينيش اسكو هذا كله بلا يهبط وحده ولا لا ما عنديش معلومه حتى انا ما عنديش معلومه حلو نشوف المعلومه سي بون جميع جاتنا المعلومه دونك هذا اسمه جاست ماريد ابارامون اللي هو ب 47 اللي هو بور دو بيرسون الفرق الوحيد اللي هو الفرق الوحيد نورمالمون يجيب زوز كي سان جوك هو خاطر بور اي صحيح بصراحه بور دو بيرسون راهي كونتيتي جي غاز على الاخر بون بالنسبه للبري يا جماعه بالنسبه للبلاصه في اللاك هذيك هو هذيك في اللاك رانا اي ما عادش نحبوا نحكيو على البري خاطر كيما قلت انا حاجه تظن اللي كانت تظن لي غاليه اللي كانت تظن لك رخيصه وين وصلنا يا سيدي كاسا دياس ليه بيت هاري بوست عاود اسالك عاود اسالك كاسا دياس تكلم بسم الله بسم الله ولا فيها ظهر في عظم فيها عظمه فيها عظمه معناها اون فيت كاسا دياس اما فاسون ملي فاسون فاسون جاست ماريت فوالا فوالا صحيت اي صحيح بلاش صوص جو 3 2 1 جو او يس او يس بينا الاولاد نقترح عليكم غمس غمسها يس 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 نديري فما بيكون دو بوف حياتك باش تتبدل توا شو تبدلت ولا مازالت؟ ياسر بينا صوص الاي والله تنجح باهية مش صوص الاي صحيح اي صوص الاي الاي اول مرة ناكل صوص الاي الصباح شو مادام فمك اللي فيه تاع تنسى ليبيزود وتبقى مركز معاها صحيح صحيح حاجة مهمة برشا حاجة مهمة برشا راهو لهنا فما الكونسيبت بتاع انت تخدم القدمة نتاعك يعني تشد هكا كيما كيما في نايكو يعني كي كنت في نايكو كنا نعملو هكا تخدم انت القدمه نتاعك معناها ذراعك يا علاف استنى حتى حد يخدم لك
قدمتك تخدم قدمتك وحدك تتعب عليها وحدك هكا وتزيدها ضربه. لا انا مفضله بهذه الضربه. اي جوستومون تزيدها صحي تنجم هو فهمت فوالا معناها فوالا هي تريق الجهه هكا جوست رمارك جماعه خاطر صيف من قبيك ياكل ومش قاعد يعرف ايش قاعد ياكل فما كنار الاولاد شنو شنو الخير يا ودي كان هذا كنار امان اغزر الغالي في الشام يا ولدي اغزر الغالي على جنب قال اجنب كيف كيف سورة قدر شبه له رجرافيك مو شبه له عمق يا باشا بو انا الولاد في القلوش حسام ما عارفش يخدم الجيب نتاع حسام انا مش ذاكر ايامه برص مفسخ يرحم والدين و كنت الكنار ملا تفكر وقت اللي عملنا ملاوي بالكنارة فرشت شو هذا الملاوي بالكنارة والله امبوسيبل باهية ساعة ضربت الفيديو مش راح كي ضربت الملاوي باهية الملاوي ما نحرقلكش الحلقة باش تمشي تتفرج فيها امان عندي قدمة متاع موت اه يا هو بنين تسكر بها عرفت تخيلوا تخيلوا انت الخبز هذا سخون ما فماش كو دي زافونتاج هذيك عيني هذيك عيني خويا اصبر عليك ما فماش كو دي زافونتاج كي تخدم في كل تايم الحاجه لي زانكونفينيون اللي هما تاكل الماكله بارده ساعات خاطر تقعد تستنى باش لوميير تاع احول الكاميرا او ادري شنو الجني دونك تبرد الماكله هذا قدت حسين تو باش نبداو نفطروا الله الله واش انت كي تحكي ديما احكي الغادي صحيح حتى كي تحكي معايا توصل الغادي وتحكي غادي علاش حاطين الدار ربع فيك الغادي مش تحكي الغادي الخبز هذا شنو اسمه شنو اموره نان ولا نان نتاع هنود استنى الاولاد استنى فما ديبارتمون هذايا بيصن خلينا نفهم خلينا نفهم اي جوستومون دونك هذايا بتيديش واحد اخر معناها اللي هو شو اسمه حنا بال ميك حنا بال ميك اللي هو بوغ دو ولا اون بيرسون ولا هو نتاع واحد خاطر راك كما قلت وشيك على ذيك في ذلك في ثلاثه شكشوكه وشنو هي دقله وزرير وبسيسه وعسل معه قهوة وجو ديتوكس اللي هو ديتوكس اللي هو هذا القهوة مليح يسمعوا في ديتوكس صحيح يا راو ديتوكس جوست معناه مي اي اي مي وفي برشا معناه هيلثي على الاخر وليت توندونس شوية الفازة هذيا ليه نتاع ميرسي بوكو عايش العجة في الابتداج وليت توندونس شوية برشا اللي يعملوها والله انا ماكلها العجة في الابتداج ما يقلق على الاخر صحيح معناه داخلة في الكلتور نتاع الابتداج وبرشا بلايص مش معناها مش مربوطة على بلايص معينة نو يا جماعة جوست البري دونك هذا ب 29 بربي من توا من توا الكومنتير نتاع 29 ناخذ بها انجريديون ونعمل عجه في الدار ونفضل فلوسي خليوه عندكم لا لا خذ عجه في الدار وخذ عليها انجريديون بها عجه في دارك واسكت صحيح واسكت الكومنتير راك تخلص زاد القعده الخارجه الكادر كل شيء الضحكه بلي يجي معاك امانه في بالك انت احنا ناس كيما اي حقيقه حكايه الولاد سيكولوجيكمون كانت ضويرة بيها كملها ميسيرش كملها طوك ايه صحيح وفيد لا بصد خير خير عندك صحيح يا مالك صحيح قولي قريتوني يعمل لي بالصباع ولا هكذا خص عليه ديك حسرة قريبا في حاجة مصر طوك صدا كعبة في عليه مالي انا ما عادش المنتج ما عادش نقص ونقص عليه في اللايف بسيكولوجيك مو يا جماعة كي تشرب نفس الحاجة مثلا جوسي بلاني تاكل انا هذا تاكله في الدار ينجم يكون هو بيدوره تاكله في بلاصه اخرى في كادر اخر أبن. يجي ابن بيان سيور المره ذي خبز سخون ميرسي خلطنا عليه سخون ميرسي هاي الكل تغمس مع بعضها اسكو عجه عجه باش هذا مرقيز ولا مرقيز دار اوكي مرقيز على جنب ما فماش انا عجه كذابه هذه شكشوكه هذه مش عجه اي 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 والله ما يخير والله ما يخير ولا هايله مش هايله شكشوكه هايله واش مش نقول لك ليه نتاعي خير يا جماعه الشكشوكه ما تجيش بالعظم هذه عجه لا 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 الشكشوكه هي بيدها يا فني مالك عبد الحق العجه شكشوكه ربي يعطينا اخويا شنو هي هذيك عجه بالعظم يسألوا أي واحد بلاي صديق الشكشوكة تجي بالعظم ولا كيفاش الشكشوكة تجي بالعظم الشكشوكة تجي بالعظم ولا اي ها شنو ايه بالعظم ولا دوك هذي عجل هذي شنو هذي شنو برافو برافو عندنا واحد يقول عجة اخر واحد معناها هذوما دوكومونتير هذوما دوكومونتير في اللايف راه شوف شوف بربي الشكشوكه تجيب العظم ولا الثاني هو خاطر ما حبش يقول لك ليه هذوك عليها في ليه بنعملوا شكشوكه بالعظم ما تتخلطش معنا اما هذه عجه الشكشوكه يجي راه فيها البصل الاخضر الصغير وطماطم هذه بال فيها عجه بالله سامحني جد عليك بالله قولوا لنا في الكومنتات شكشوكه ولا انا نقول هذه عجه وانت تقول عجه وانت عجه ما تفهم كان صيف وحده معناها جماعه قولوا لنا هذه عجه ولا شكشوكه مربي يا اخي الشكشوكه تجي من العظم اي اما ما يتخلطش لازم هكا ولا
اه هاكا يتحط ما يتخلطش. هذا مخلط. يعطيك الصحة. هذا مخلط. يعيش. يعطيك الصحة. بربي الاخرين الاخرين بربي الشكزوكة تجيب العظم ولا؟ ايه ما منزلش. اسمع باش نسميها كي ليبيزود الشكزوكة تجيب العظم. اسم ليبيزود جديد. بو بربي. صعيب نعرف كونكلوزيون. على الحاجة هذي اللي كليناها مانيش نقولها شنيا. ما نقولش شكشوكة. انا عجبتني شكشوكة. انا عجبتني العجة. اوكي باش نعملوا توا فما ذومة مش جوك انت مستعدين تاكلوهم ذومة بيزو بالحق نقول شيء نعم هاي كول هاي هاي فما شنو هذي زريب لا فكرة بسيسة هذي بسيسة بسيسة هذي بسيسة بالشوكولاتة يا جماعة بالشوكولاتة ابارا مو بالشوكولاتة روح اقبل راه بلاش شوكولاتة بلاش اما فما تروف سيف عايش اللحظة على الاخر اسمعني باهين هما ذوما الفوزيت اما ماشيين تسكير اكثر منهم بالضبط افتر افتر نتاع صحيح نتاع وانت تكملهم وانت ماشي تخلص عرفت هذيك خذ تصويرة تاع خطبة عرفت عرفت وصلنا وصلنا كيف تقول لك التصويره بتاع خطبه ولا اسمعني فما مالاديسك تعرف على ياسر خاطر بردت منا احنا المشكله منا احنا معز هذه شكشوكه ولا عش؟ هذيك كيف شكشوكه ما نمشيش العش ريت ليه انتم شنو حاطينها في المنيو شو اسمها؟ ليش في المنيو هي في الابتدائي شكشوكه ريت كيف شكشوكه يا والله شكشوكه مش مصدق معناتها كلنا غلطين وسيف صحيح يا ولد تجيب العظم والله ايه ما تجيب العظم ما يتخلطش ايه ما يتخلطش اي اما تجيب العظم اما العظم كي العظم اي مش مخلط تخلط كي تخلط ولا عاجه فوالا فوالا كلهم على بعض يجربوا يدي سيف انت راك ما تغلطش وصرحنا من الفوق فما حاجه لازم نذوقها اللي هي انت كنت تاخذ فيها قبل هوني شنو هي؟ اكل شاورما فريتو بروبا تشيز فرايز تشيز فرايز مع كريسبي مع ساندويتش كريسبي هذايا فطوري كي هذايا فطوري يوميا ومانيش فادلك راهو نتاع ما فديتش تحب تقول لي كاليتي فيدال معناها لا كاليتي جوها باهي باهي شنو هي هذه الخلطه اللي عملتها شنو هي الخلطه هذه زيد شويه عسل شنو الخلطه بتقولي موضوع دوك نصوروا هذايا يا جماعه ولا مع بعضنا عملتها باهي خاطر يبس ولا ان شاء الله يا ربي الكاليتي هي بيضه تاع الصحن خاطر الكاليتي هي بيضه حاجه روعه انا نصورها برشا شنو حط في غوج دي غاغون سينو بدينا فرامبواز بس هسه الدقارسه ودا كيفاش والله يبينا هذا لا لا ما تجيش سامحني زيك كرياسيون ما تجيش شنو ما تجيش بالضبط انت بالك تحب تقول لي سيف زلط لي دو جو هذوما ما يتقمجيش مع بعضهم شوكولاته وعسل ما يتخلطش سامحني ماكش عايز مش حصلوا شوكولاته بار كونتر الشوكولاته في خوي غوش اي اي تعرف علاش خاطر معاه العسل كان مجيش معاه العسل ما تقولش اي جماعه باهي نجموا نحيوا الله اكل الافوكا اي جو برا مادام هوني نصوروهم شويه دونك يا جماعه هذايا كانكم انستغراموز وهيلثي زاده نجموا تمشي زاده انستغرام على الاخر سعيد وهذايا هذايا اسمه سيبو هذايا جواج نتاع المكسيك يعطيك الصحه هلا جواج مهيكانو مهيكانو سعيد باهي جبنا هذايا يا جماعه اللي هي ابارامو هيلثي ظاهره هيلثي معناها من منظرها باهي انت واش قلت لي راهي معناها الافوكا لازم تكون لازمها دو بريفيرونس كي بيغي معناها خاطر الافوكا واحده ما فيش مطعم لازم تكون مفوحه لازم نذوقوا هذا الطعم نذوقوا فيك يا وجد معناها نذوقوا هذه نضيفها فما عباد تحبوا راهو هكا الافوكا واحده معناها والله مثال ديما ناكل هيلثي ديما نحبوا كيك والله انا نعرفوا كي زاد راهو يتاكل معناها دونك انا باش نقول بجيب نينه انت واش قلت لي ابارامون تحبها بيوري وكل جرب هاي بسم الله راو هما ياخذوا على لي فالور نوتريتيف نتاعو معناها والله بنينه وهيلثي بالحق خاطر اللوطاني الفروماج بلون ما فيش برشا كالو توست بان كومبلي والافوكادو عظم دونك توست هيلثي وشبع هذا شنو هي هذيك بتاع تقوم الصباح تقول اصبحنا واصبح الملك لله لا لا هذيك شوت تبعتها وحدك ولا انت ولا مالك عملوا شي لا فورمي عسل وزيت زيتونه وقارس وقارس و هذاك شنو الفلوس؟ عطوها الخلطه الصحيه بومبلوموس هذا ما قالش فما بومبلوموس قال اغرور اغرور اغرور
معناها القوارص الكل في بامبلوموس هذا نتاع يسرح معناها هذا يسرح تشبع صباح تحيلك العرق نحيلك باهي شكون مسدود شباب يخو سرح يعني هذول يسيف سيف تفضل خويا سرح والله مسرح لا لا ولا مسرح خويا باهي سرح لا لا استنى 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 انسير على يد ملك كيفاش تعمل بالضبط ورينا ديمونستراسيون فيو ان 3 دي هكا مايك مرة لا شقلوبي هو شقلوبي شقلوبي هكا شقلوبي نورمالمون دونك هذا لازم تتصور اللي هو شنو هذا؟ هذا جواج نتاع المكسيك. هذا سبيدي غونزاليس الصباح يضرب من زوز. تردك على يجري كيك هو. اي 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 نحطوا هذوما ولا فما هذوما جاو. طيب. الاولاد اي 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 اللي قاعد يصير توا مش معنا. مالح كرواسون مالح. كرواسون مالح. فوالا وعندنا كرواسون حلو. بربي سامحني هذا كرواسون التوانسه اللي يقولوا كرواسون ناتور بربي هذا لازمنا نوضحوها جماعه كرواسون ناتور راهو الكرواسون اسمه كرواسون هم يقصدوا معناتها بان وشوكولا البان وشوكولا اسمه بان وشوكولا ولا اسمه كرواسون ما فماش كرواسون ناتور هذه حكايه ناتور مي بكش فماك الكرواسون زاموند كرواسون ممكن على ذلك كرواسون باش حتى شيء كرواسون حتى شيء ناتور فما كرواسون زاموند زاموند اي اموندين تسمى لك بالحق لا 3 2 1 اسمع عليك سيفون عاملينها ثم بنان يا معلم شو هاد شو كومبو رهيب بربي توضيح للشباب راهي بارده شنو هي فيها الحكايه اسكو طابت سخونه ولا هذيك خاطر بارده لا كفايه بارده ما نعرفش بارده على الاخر في كلاس شنو هي في بنان بيغ دو كاكاويت بنان والفوق زينه بالفاكهه فيكي او فازت كيك غلاسون ولا غلاس غلاسون داكور فيها بيغ دو كاكاويت هذاك فيها بقى فيها بينا بقى برجولي بنين الحقيقه والله بنين عجبتني حتى انا قدرتني باهي يا جماعه شوف شكون متفاهمين احنا قاعدين نوريو فيكم في لي بوسيبيليتي تاع لي بيديج الكل معناها بالرسمي قاعدين ريسك بعدنا بعدنا اوكي اوكي دا فما ريسك في كل تاي يجيبوا دهمه تو باغ اكزومبل واحد هيلثي مثلا يهبط هذا ويهبطك التوست نتاع قبيله هذا قديم امتداج نمرو 15 دوبا دخلت واش ديجا ضعيفة تو سمت دونك نورمالمون هذه أكثر حاجة كلاسيك عنده معناها نحن بدينا بالمعقد وجينا للكلاسيك كرواسون موش ناتور فيه شوكولاتة وبارامون وفاكهة فما لوز فما كاكاوية مش كاينها كراميل هذاك لا 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 بيغ دو كاكاوات وفما الفيرسيون هي بيدها أما في السالي داكوغ هاوكا بصل تشوفوا ما نعرفش شنو فما من داخل فما الحم فما الجومبون وزدت معاه هذه العيش شويه وزدت معاه زريبه هريسه نكته هريسه دوك ولا باش ندوخو 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 انا اول مره باش ندوخ كرواسون سالي انا مش اول مره ما مش هون ما اول مره هون فهمت فهمت باهي 3 2 1 اسمع حاسس قو مش نورمال انا اول مره باش ندوخ هكا لا بنينه بنينه والله ما عنديش فكره هذه في مخي ديما حلوه ترادو اه بسم الله جبنه هو بيدو تاع قبيله الملول بكل جمبون عجبني ولا يجب شنو نفهمه برا والله بنينه برجوليه مادامش يجي نستنيو في البابي والواحد باش نسلكم دونك كل واحد كان تجيو ترجعوا معناتها شنو هي البتي ديجوني اللي طابتو خاطر ذقنا قضيه ثلاثه معناها فما اللي بالعجه فما اللي العادي كلاسيك هذا يا جماعه باش نخليوه للاخر نسكروا بها هذيك وفما اللي الاول بكل اللي هو عظم وجبن وكل فصيله جاست ميريت جاست ميريت حتى احسن واحد جاست ميريت اون فيت نحب ياسر الكونتيتي وجاست ميريت في الكونتيتي وكاليتي هذا تاع كي تجي اللايف تاع كي تجيني اللايف تاع جابك عليه لا خاطر تو هو اسمه جاست ميريت خاطر سمعته جاست ميريت انت عندك ديجا 4 سنين تو خاطر فهمتك اي وقتاش العرس؟ تو ان شاء الله يعطينا يعطينا اكسكلوزيفيتي كول تايم سامثينغ از كوكينغ ستي تيون سامثينغ هيوج از كامينغ هيوج از كامينغ نار 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 كوكينغ كوكينغ زوز اي اوكي سينما انتم مادام باش تعملوا في الخيف ولا في شي معناها مش تعمل حنة فماش رزق يزبط يا اخوان رزق صحيح مش رزق سامي الشافعي ولا ياسين يجيو يرزقوا صحيح رزقوا ليه؟
والا للبوبليك اللي يحب يرشق فما بقشيش. لو يرشق الكول تايم زاد فما بقشيش. ولا تو مش زعما رشيق ما عندش بقشيش. بالله يا اسمعني فاردي فاردي فبازي تفرج فاردي. بس انت تو قعدت رياكتي على الابيزود هذا في اللايف. هاك ولا دونك سلم عليك دائما في اللايف تتفرج شويه تو. بالله فاردي عاش خويا تفكرنا ساعات. قام طلع كي كول تايم عندنا بقشيش. وانت امشي فما فما باب كول تايم حل ساعات عم صحيح هكا طلع ما تعرفوش انت فاردي هذا. فاردي نعرف شو اسمه خير منه سامي شافعي. عطك اللي باهوش ليه ليه فاردي سبونسور نتاع دخلنا في اللايف نعرف اي قبل عمره بيغلط راه خليه خليه عندنا البارتي هيلثي هوني اللي هو برغل برغل وسكالوب وشنيه كاساديس درشنيه ديال مقصوصين وكرامزيت اناناس سناريا وفما ليجوم سوتي مهمله رد باش شكلك يا مالك مالك راهي تضربك راهي ابارمون تو تقدم راهو كي تعملت هكاك وهذيك تنك البروتين هلسي بكل نفس البروتين اللي في الصدر كله ديجا هم عندهم طرف بروتين هكا ومسكين حاطين رايك واش كانت عندهم الباقي البرغل مفاوح بزنينه هكا هاو نتاجمو تبداو تاكلو هكا هاو انا الحقيقه برغل يا جماعه برده برده اي تحكيو برشا خاطر تستاهلوا اه يا معلم جبن ريتو كيفاش شي بس تستاهلوا معناها جبن جبن والله يا فري لا بسم الله تروح دو ما عادش نسني هوني ما عادش برا سيفون كول هاك اه يا ودير عطاني داكور هو برا سيفون كول يس هذا ساندويتش كريسبي خويا دونك ساندويتش هذايا راكم تشوفوه معناتها بات تشيز نان فيه بولي باني ولا اسكالوب باني والله ما نعرف وفيه شدة معبي بالشدة دونك يبدا تاكل تبدا الدجاج على اسكالوب على فروماج ماكش فيهم شيء اما بنينه على الاخر كومبو طايره على الاخر وماهيش كبيره فما عباد تشبحهم فما برجر اللي هي نور اوه يس اه ثانكس اوه يس هذا شنو صاير هبلوني هو بيدو هذاك نفسه نفسه هذا سجنان سجنان جست اللوك بتاعه نعم نذوق معك نعم صحيح في ركح من قبيله باش نجي ميرتي كذا اول قد معك صحيح سجنان الخبز طري على الاخر سجنان حاولوا جماعه احكيوا على ديتاي باش سجنان دائما نحروا نحروا اي تعرف مش معناه نحروا صافي اي على الاخر باهي يا جماعه في بالي بدينا الابيزود منظمين بدينا نحكيو على لي بري وكل شيء مي تلقاو لي بري كل في الديسكريبسيون ليزي فيها شو اسمه فيون داشي مي اون بلوس فيها شاورما معناها اللي هي حكايه اول مره نشوفها الحقيقه سيفون فهمت علاش ناكل فيه كل يوم هذاك باهي الحقيقه عجبني الساندويتش صيف خير الخبز بنين باغ كونت ضروري الحقيقه حكايه الشاورما في وسط البرجر زي كل باليت عزيز يحكي انا عجبني الاناناس بالسلطه كول كول قاعد يصور فيه كول دونك كيف باش نعاود نرجع انا بيرسونيلمون الساندويتش هذا اللي هو شو اسمه كريسبي كريسبي نان كريسبي تشيز مبني على الاخر برجر عادي الحقيقه ماهوش كل واو الوليد قاعدين نكملوا في الابيزود بالتليفون خاطر طول ولا دونك باش نكملوا بهذايا نجم نقول لكم اللي حتى واحد ما عادش عنده بلاصه هوني اي تو انت السؤال لشكون قصيد بالحق لشكون قصيد للناس الكل لا لا ما نحبش مش للناس الكل سكيسيور مش للناس الكل ما نحبش حتى حتى انا ما نحبش ما نحبش براسي وراسي ما نحبش انا راني فاقه برا كرواسون مش ناتور بال بكل شيء برشا حاجات حاضروا ترو دو هذا هكاك تجرب الطعم لا ولا ولا نتلا نوتيلا شوف ما حطيتش فيها عسل هذه اللي فيك تاكل برشا معناها تولي هكا في دار اللي شبتوني معاك عسل راح احط بيكون العرب حاجة لا طيار ساكتة طيار على كملنا كل شيء بيان سور كان عجبتكم الابيزود معناتها تنجموا تبارتاجيوها كان تعملوا اكبر مزيه معناتها المرحله هي مش مزيه راه معناتها قاعدين تفرجوا في كونتوري بلاش بعض الميساج سيبورتيو سيبورتيو شو اللي نتصفى راه نولي نتصفى خويا ننسى ساعات روحي هنا في كل تايم شان قناه العائله كل تايم هكا يقولوا علينا في الميليو نتاع اليوتيوب انا نقول عليكم هكا
فوالا لي عاد كا كا اوب قرات العايده. دونك فوالا يا جماعه كان عجبكم الابيزود كالعاده ابوني وكفوز تذكروا الكل صيف شنو تحب تقول؟ ميرسي على كل شيء. دونك فوالا يا جماعه الادريس تلقاوها في الديسكريبسيون كل شيء في الديسكريبسيون يجيو بلاصه اش قال لكم هذه تعرفهم انا نعرفها من قبل والريكوموندي فيها من قبل برجو لاغي بلاصه طياره على الاخر علاش كذب معايا تعرف هذيك نتاع حس روحك الجماعه كل في لافينيو دوكا اي ونحكي انت تعملي هكا صحيت حسيت روحي مزيت مزيت لازم يزيد نحكي هذيك هي هما اش يعملوا لك هاي مثلا نزيد نحكي الماكله عجبتني وحق الطلب انا ريكوموندي فيها من قبل البلاصه هذيا نزلي لي انا وكاو معناتها وكاو دونك يجيو يجيو بالحق ننصحكم باش تجيو بي دونك فوالا يا جماعه صيف شبيك عاقل العب باش يقولوا شنو صار في الاوف شنو صار في الاوف نحكي لهم احكي خاطرك انت ديما تسكت فيا خاطر نجي نتكلم ديما تلوم فيا انا على حاجات انا مش ما عملتهمش مش عاقل خاطر عايزين نكره ايبيزود هنا تفرجوا فيها والايبيزود هنا وهنا تابوني في الوسط اي وي في الوسط بارتاجيو الايبيزود كيما قلت قبيليك ما تخلينيش نعاود كلامي خاطر كي نعاود كلامي نتغشش وراني كي نتغشش فهمت حسيت دونك عايشكم الله يحفظكم ميرسي بوكو تصبحوا على خير الناس الكل على البروشين باي باي تشاو تشاو